السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي ننحت الودان أو الإير جوه الزيبرش. فأنا جمعت كده شوية ريفرنسز كده للإير، متقسمة كده في كذا لون بحيث إنه يبقى سهل علينا إن إحنا نسكالت الجزئية ديت جوه الزيبرش، لأن هي من الحاجات برضو اللي فيها ديتيلز كتيرة في مكان صغير جدا، فإن شاء الله يكون سكالت سهل كده على الناس. وحاب بس اقول لكم انتوا تاخدوا راحتكم خالص في الريفرنسز، وتجمعوا ريفرنسز على قد ما تقدروا، وتشوفوا الموديل من كل الزوايا. ممكن تجيبوا صور لاي ريفرنسز للودان زي ما انا جبت مثلا كده على الشمال، او ممكن صورة زي ديت، يعني هتساعدكم كتير جدا. تمام، فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هنبدأ بكيوب زي ما اتعودنا. هنبدأ ان احنا نهيئه كده عشان يكون البيز بتاعة السكالب بتاعتنا. تمام، هنحوله لداينامش. هيكون برضو الريزولوشن بتاعة الداينامش قليلة برضو في البداية زي ما اتعودنا، عشان يبقى سهل علينا ان احنا ننحته. وبعدين هنبدأ نعمل القلب او القالب بتاع الودان بكورة. تمام، وهنمط الكورة ديت كده علشان تكون نفس اول حاجة بحاول اعملها، ان انا اخد الاوتلاين شيب دوت. تمام، اللي هو متكرر في كل الصور بتاعتي. تمام، انا هحاول ان انا اعمل برضو نفس الشيب دوت. اوكي، دي اول مرحلة خالص. بعدين هاجي بالكليب كيرف وهحاول اخليهم ان هم يكونوا مبططين كده، وبعد كده همطوها شوية. طيب، من الحاجات الأساسية في الودان عشان تبقى تطلع شكلها مظبوط، إن هي ما يكونش ال alignment بتاعها أو ال يعني البروز بتاعها أو شكلها يكون مستقيم بالشكل ده. لأ، لازم تكون واخدة زاوية لبره كده. يعني لو قلنا إن دوت ال head بتاعتنا أو الجمجمة بتاعتنا، لازم هي تبقى عاملة زاوية كده، زاوية حادة كده لبره شوية كده. تمام، ومن قدام تبقى مايلة لبره سنة، ومن الجنب لازم تكون واخدة كيرف، تحس ان هي مايلة بالشكل ده. لو بصيت على الكيرف طبعا بعد ما هنعدله هتحس ان هي مايلة بالشكل ده. محدش يعمل الودان رأسية بالشكل ده، لازم تكون مايلة. دي من اهم الحاجات وانت بتنحت الشكل بتاعها علشان يبان شكلها ان هي طبيعية جدا. يعني هنمرج التو مودلز في وان موديل، وبعدين ان احنا نبدأ عشان نلحمهم في بعض بالدايناميش، فاحنا محتاجين احنا نوصل التو مودلز لبعض كده. فنعمل كده بالكلي بيلد اب ونلحم بالدايناميش. كل ده ريزوليوشن لسه في القليل. اول حاجة هنعملها اللي هو اللاين او الجزء الازرق في الصورة هنا ده. تمام، دي اول حاجة هنعملها. اوكي، وفي المرحلة دي مش مهم عندي شكله يبقى عامل ازاي، على قد ما انا اعمل التركيبة بتاعته. دي اهم حاجة، ان انا اعمل التركيبة بتاعته وتطلع شكلها مظبوط. وبعد كده ببدأ ابص على شكلها بقى، السيرفس محتاج يتظبط، مش عارف ايه، محتاجين نعدل هنا، محتاجين نعمل كذا. بس اهم حاجة الاستراكشر بتاعها او التكوين بتاعي يبقى مظبوط في الاول. وعامة أصلا أي حاجة ليها علاقة بالأناتومي ملهاش صيغة ثابتة أو ملهاش تكوين ثابت، لأن هي بتختلف من شخص لشخص. في شخص ودانه تبقى شكلها صغير، في واحد تبقى ودانه كبيرة مثلا، في واحد تبقى الأشكال والاختلافات فيهم كتير جدا، ومتقدرش إن أنت تقول إن ده الشكل الرئيسي للودان يعني. فاحنا هنا بنعمل البيز مش أو حاجة كده، إيه، بيزك أو زي اسطمبة كده، ان انت تقدر عن طريقها بعد كده لو شفت اي موديل للودان انت خلاص انا عملت الكومبوننتس الصغيره ديت لكل حاجه فيها، فانا هقدر لو شفت حاجه تانية اقدر اكونها والعب في شكلها زي ما انا عايز يعني. فهي دي الفكره من ان انت تدرس اناتومي يعني.
انا كل همي في المرحله ديت ان انا اظبط الشيب من بره على قد ما اقدر، وبعدين هبدا اخش في التفاصيل جوه. طبعا مهم ان انت تكون قافل البرسبكتيف علشان ما يحصلش اي ديستورشن او تشوه في الموديل وانت شغال، علشان احنا شغالين من الفرونت والسايد والتوب والكده، فاحنا محتاجين الفيوز ديت تبقى مظبوطه، فعشان كده احنا طافيين برسبكتيف. هنزود شويه في الدايناميش، زودنا في الريزوليوشن شويه، لان احنا خلاص خلصنا اول ستيب اللي هي تكوين الشكل الخارجي المجمل ليه. هنبدأ ان احنا نزود شوية في التفاصيل جوه. زي ما انتم شايفين انا لحد دلوقتي ما عملتش اي ديتيلز جوه في الودان، انا كل ده شغال على الجزء الخارجي بس. طبعا الحته ديت اختلافات واضحه جدا ما بين شخص للتاني، ساعات بتبقى ملحومه في الراس يعني، او في الحته بتاعت الدقن ديت من تحت، وساعات بتبقى منفصله، فهي يعني حاجه مش ثابته ومختلفه من شخص للتاني يعني. في الاجزاء ديت مهم جدا احنا نستخدم الماسك زي ما انا بعمل كده، علشان نقدر نحدد او نفصل ما بين المناطق المختلفة، ونقدر ننحت بكل اريحية من غير ما في اي حاجة تضايقنا يعني. مهم جدا ناخد بالنا من الكيرف بتاع الودان من بره، لازم يبقى مظبوط، يبقى سموث، ما يبقاش في حتت خارجة وداخلة كتير. هنا انا بعمل زي لاين كده او حاجة حادة شوية عشان تحدد بيها الكيرف بتاع الجزء اللي بره دوت. خلينا نقول ان دي تاني ستيب مثلا، لان هتلاقوني كل ستيب بعد ما بخلصها بروح عامل سموث للموديل بتاعي، وابدأ ان انا اقيمه اشوف ايه اللي غلط فيه، ايه اللي محتاج يتعدل، وبعد اروح داخل في السموث في الستيبل بعد كده، وهكذا. اول ما احس ان انا خلصت الستيبل بعدها اروح عامل سموث اوت للموديل كله، وابدا اشوف ايه الغلط ومحتاج ايه اللي محتاج يتعدل، واروح داخل في الستيبل بعد كده، وهكذا يعني. هو الموضوع ماشي، بيبقى ماشي كده. الحته ديت من الحتت اللي ممكن الناس تتلخبط فيها جدا، لان هي فيها كذا جزئيه وفيها كذا كومبوننت صغير وحاجه مكونه ليها. لو حبينا نقسمها هنقسمها بالجزئيه ديت حته كده بتبقى عامله زي جلده كده في الودان، تمام. وللامانه هي بتبقى في ناس بتبقى موجوده عندها، وفي ناس بتبقى مختفيه شويه، وفي ناس بتبقى ظاهره لبره، وفي ناس لا. فهو يعني على حسب يعني، لو بصيت مثلا في الصوره دي هتلاقيها ان هي موجوده هنا، ولو بصيت هنا تحس ان هي مش بارزه قوي، تمام. على حسب بقى انت الريفرنس بتاعك شكله عامل ازاي، بس هي كتكوين لازم تكون موجوده، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا الجزئيه دي، طبعا انا محتاج اظبط الحته ديت، فانا لسه هظبطها. دي تاني جزئية
اوكي، وعندنا الجزء اللي تحت هنا. وبعدين عندنا الكونكشن مع الودان بقى، مع الجزء الخارجي بالشكل ده، تمام. فهي تقريبا 4 قطع طبعا. الحتة ديت الاوت لاين بتاع الودان كده. احنا عندنا 1 2 3 4، عشان تكونوا متخيلين بس انا يعني اللي انا بحاول اقسمه وانا شغال ايه. هنظبط فيها اهو. يعني في المرحله دي ما ببذلش مجهود قوي ان انا اطلع الحاجه 100% من اول مره، انا بس عايز اظبط شكل العام، وبعد كده ببني الحاجه كشكل عام، وبعد كده ببدا ايه بعد ما اخلص التكوين كله ابدا بقى ايه احنتر في التفاصيل الصغيره. هنا انا بحاول اعمل الجزء الاصفر دوت، او الجزء اللي جوه في الودان هنا ده. برضو ما ببنيهوش هاي ديتيلد من الاول. في الاول انا ببنيه حاجه رف جدا، وبعدين ابدا اخش في التفاصيل بتاعته. من الحاجات المهمة واحنا شغالين في الجزئية ديت لازم نكون واخدين بالنا منها، ان الحتة اللي جوه دي كده كلها على بعضها بتبقى خارجة عن الجزء اللي بره ده، او بتبقى باينة. يعني انت لو بصيت من الباك فيو للودان كده زي الصورة دي هتلاقيها ظاهرة خارجة لبره، تمام. ولو بصيت برضو من الفرونت، لو بصينا من الفرونت، لو في صورة هنا فرونت، مفيش. لو هنبص من فرونت من السكاب اللي انا عامله دوت، بس انت لو لفيت الصورة دي هتلاقيها برضو ظاهرة من بره. لازم الحتة ديت بالذات الجزئية دي تبقى خارجة لبره ظاهرة، تمام. ما تخليهاش جوه الموديل. هنا بدأت أحاول أقسم الدنيا شوية بالدام ستاندرد، هو السنيك هوك. نحاول نظبط الكيرف إلى حد ما. طبعا الدنيا معجنة جوه، بس يعني لسه في المراحل المبدئية فبنظبط فيها. سموث اوت، ونبدأ نخش على المرحلة اللي بعد كده. الماسك مهم جدا 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 في الحتة دي. طبعا احنا شغالين داينامش، ومفيش اي فرصة ان احنا حتى نقسمها بولي جروبس او اي حاجة من الحاجات دي بحيث ان تسهل علينا في السلكشن يعني. فبنضطر ان احنا نستخدم الماسك بالطريقة اللي انا شغال بيها دي. زي ما انتم شايفين انا بزق الجزء الخارجي دوت لجوه ازاي عشان ابين الجزء الداخلي للودان. في المرحلة دي بقى ببدأ أدقق شوية في السيرفس بتاعي والأوت لاين بتاعي، أو اللاين اللي بره،
بحاول إلى حد ما يبقى مظبوط، ما يبقاش فيه مطبات كتيرة. زودنا شوية الريزولوشن بتاعت الدايناميش في المرحلة ديت، مهم جدا وانت شغال تفصل كل شوية علشان تقدر تحدد المشاكل في الموديل. لو انت اشتغلت عليها دايركت مثلا لمدة نص ساعة مثلا او ايا كان الوقت اللي هتشتغل عليه، فهتعمل حاجة ممكن بعد ما تسيبها مثلا وترجع ليها بعد 10 دقايق مثلا او بعد ساعة او ايا كان، او تاني يوم او ايا كان يعني المدة، هتلاقي ان في حاجات انت طب انا ديت ما كنتش واخد بالي منها، طب اعدلها وبتاع الكلام ده. فالى حد يعني حاول ان انت دايما وانت شغال تفصل شويه في الـ او تحدد وقت لنفسك، هشتغل مثلا نص ساعه واقوم مثلا افصل اغير نظرتي للبرنامج مثلا او للموديل وارجع تاني اشتغل، وهكذا عشان تخرج بافضل نتيجه ممكن. ديت مرحلة الديتيلينج، مش هنقول الأخيرة بس يعني من يعني يقول مثلا احنا خلاص قربنا نخلص ان شاء الله. فدي من المراحل اللي بنظبط بقى فيها السيرفس بتاعنا. تمام، السيرفس في الجزئية ديت لازم يكون خارج كده، تمام، لازم زي ما انا بعمل بالستروكس بالظبط. ما ينفعش ان انا اجيب الكلاي بيلد اب وامشي الستروك بتاعتي بالشكل ده وابدا اعمل كده كده، يعني مش هيديك الدوران بتاع الجزئيه ديت اللي انت عايزه. عشان تاخد الدوران دوت لازم تمشي بالستروكس بتاعتك جوه الزي فرش بالشكل ده. تمام، الحاجات دي رغم ان هي تحس ان هي بسيطة مثلا او ملهاش اهمية، بس لو جربتها فعلا هتحس ان الموديل بتاعك شكله احسن بكتير جدا عن ما كنت شغال بالطريقة الاولانية، لان هو برنامج بيوحاكي الترديشنال سكالتنج. فزي ما انت بتنحت في الطبيعة، او انت لو حد جرب ان هو ينحت بالطين يعني وكده بالكلي يعني، هيلاقي نفسه هو التولز هو شغال بيشتغل بنفس الطريقة دي، فهو بالظبط نفس الفكرة. هنا حسيت ان الجزئية ديت خارجة لبره شوية عن يعني زي في الريفرنسز عندي مش باينة قوي، وانا كنت عاملها خارج لبره قوي، ف دوبتها شوية جوه الموديل يعني. خدوا بالكم من الجزئية اللي احنا شغالين فيها ديت، لو بصيتوا ان السيرفس نفسه الحتة ديت خارجة لبره وديت لبره وديت داخلة لجوه وبعد كده خارجة لبره تاني. تمام، الحاجات ديت ممكن ناس كتير ما تلاحظهاش، او ممكن ناس تقول لك يا عم مش فارقة مش باينة والكلام ده، لكن لو بصيت مثلا على صورة زي ديت متضللة كده
هتلاقي ان الجزئية دي خارجة لبره، دي برضو نفس الكلام، الحتة دي بقى داخلة لجوه بعدين خارجة لبره بالشكل ده. اوكي، فالحاجات دي رغم انها صغيرة جدا وتفاصيل تفاصيل خالص، بس ايه في الفاينل فيرجن بتاعك هتلاقي ان الدنيا مظبوطة يعني. هتحس ان انت ناحيت حاجه مثلا، او انت في تفاصيل انت عاملها وانت مش واخد بالك ان انت عملتها. طب انا عملتها امتى الحاجات دي؟ ديت من الاماكن اللي رخمه جدا وانت شغال في الودان، لان هي بتبقى ضيقه جدا ومش قادر تتحكم فيها قوي، فبنضطر احنا الماسك حواليها كده ونزقها بالموف براش. كالعادة عملنا سموث برضو، وبعدين هنبدأ بقى ان احنا نحاول نفنش الدنيا. في المرحلة دي انا بحاول اظبط بقى الكيرف بتاعي بتاع الموديل. لو بصيته اللي انا عامله هنا، طبعا ده عك السنين، لو بصيته على الجزئية دي هتلاقوا ان الكيرف خارج لبره وداخل، وبعد كده طالع تاني، هنا طالع داخل، تحس ان في جبال في الحته دي خلاص. فاحنا لازم في المرحله دي ان احنا جايين بقى بالكلي بيلد اب، وان احنا نساوي الحتت دي تبقى مظبوطه زي الريفرنس بتاعنا هنا كده. تمام، فالمرحله دي بقى ان انت بتبص على الديتيلز بتاعت الموديل والسيرفيس بتاعك، تحاول انت تظبطها على قد ما تقدر. بنحاول نعيد على الفيتشرز اللي احنا عملناها في البداية، نظبطها اكتر بديتيلز اكتر عشان تبان شكلها ألطف. كرر تاني، خدوا بالكم من شكل الستروكس وانا شغال بيها شكلها عامل ازاي. الزوايا اللي ببص بيها على الموديل مهمة جدا عشان تخرج لك شكل موديل لطيف. الحته ديت يعني ممكن حد ما ياخدش باله منها قوي، او ممكن ما تبانش مهمه جدا للناس او محدش يلاحظها، بس لو بصينا في الجزئيه دي هنا هنلاقي ان هو الكيرف ده جاي لبره هنا كده، بعد كده داخل لجوه بالشكل ده، بعد كده جاي لبره يعني لو عامل كده بالشكل ده. تمام، هتلاحظوا حتى الظل في الحته دي كده، في ظل هنا. اوكي، وهنا برضو ممكن يبقى ملحوظ شوية.
طبعا المفروض نتكلم على الجزئية اللي هي اللي في الظهر بتاع الودان دوت، وازاي ان احنا نلحمها مع الراس. بس طبعا يعني مش هنقدر ان احنا نعمل كده لان مفيش راس تقريبا، فاحنا خلينا ان احنا نفل الدنيا دي كده زي ما انا بعمل كده. وايه، ولما نيجي ان شاء الله نتكلم على الاناتومي بتاعة الهيد هنحاول نغطي الجزئية دي. شايفين الكيرف بايظ ازاي، فانا بحاول ان انا اظبطه. زودنا الدينامش، زودنا الريزولوشن اكتر. نقدر نقول ان احنا خلاص وصلنا للمرحلة النهائية. في المرحلة دي بقى ان احنا بنبدأ نزود الديتيلز زيادة على للآخر. زي ما انتم شايفين انا الستروكس شكلها ما اتغيرش على مدار الجزئية دي كلها، عشان تدينا الدوران اللي احنا عايزينه وشكلها مظبوط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ده كان شرح مبسط لنحت الودان أو الإير. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس تستفيد منه، والسبسكرايب علشان يحفزني إن أنا أعمل فيديوهات تانية. ونقابلكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.
شكرا.